ليتس جو، هيا بنا. سامية، ليلى، لعبتوا اليوم بزاف، رانا غدا نتقلق منكم. أستاذة، هاد الشي عادي. أجي، علاش ما تسجليهمش في مجموعة مدارس الكرامة؟ أي فيها أنشطة اللي من خلالها التلميذ كيطور نفسه وكيكتشف بزاف المواهب الأخرى، من بينها العلوم الحديثة، اللغات الأجنبية، المسرح، القرآن الكريم، الرسم، والأنشطة الرياضية من ضمنها السباحة، بالإضافة لمرفق صحي. أيه، والنقل متوفر؟ أيه، معلوم متوفر من الباب ديال الدار، نتسلموهم في الصباح ونرجعوهم في العشية. مجموعة مدارس الكرامة، تعليم فعال من أجل شباب المستقبل.